بعد مبادرات رئاسية عدة لتوطين تكنولوجيا مصر تتجه نحو المجتمع الرقمي المتكامل. اليمن ينتفض والحوثيون يتراجعون والآمال تتزايد في خروج البلاد من نفقها المظلم. استمرارا لدور المصري النشط لإيجاد حل لأزمة ليبيا، القاهرة تستضيف لقاء بين حفتر وسلامة. صوت إخباري جديد يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم إلى أهم ملفات الليلة. تسعى الدولة من خلال خطة استراتيجية طموحة للتحول إلى المجتمع الرقمي المتكامل، وذلك عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة كافة من أجل خلق مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة واقتصاد رقمي قوي، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات وجعلها تنافس عالميا على المستوى الإبداعي وكذلك التجاري. وبالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي، وظهر هذا جليا خلال افتتاحه الدورة 21 من مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أشار في كلمته بهذه المناسبة إلى أن مصر تجني ثمار التوجه نحو توفير التكنولوجيا بكل المحافظات وتنمية قدرات الشباب، مؤكدا سعي الدولة إلى فتح مدن تكنولوجية جديدة في كل ربوع الوطن. العالم يعيش ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق تنمية مستدامة على الأصعدة كافة أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية. وفي مصر فإن الثلاثة أعوام الأولى من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت دعما استراتيجيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ظهر جليا من خلال إطلاق مبادرات رئاسية تتمثل في تصميم وتصنيع الإلكترونيات وبناء قدرات ومهارات الشباب، بجانب نشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة لتكون بمثابة منارات مضيئة تجذب إليها الاستثمارات الداخلية والخارجية والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب. نجني اليوم ثمار عدة مبادرات تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة وتوفير البيئة التي تشجع على بناء قدرات الشباب والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات. القطاع استطاع المساهمة في الاقتصاد القومي بنسبة 3.1% وتحقيق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التي تحققت في تاريخ القطاع، بلغت نحو 11.5% خلال 9 شهور الأولى من العام المالي 2016-2017، كما ارتفعت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد خلال العام الحالي لتصل إلى 1.87 مليار دولار. إن تداخل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة يجعلنا نتمسك بدعم مبادرات التحول نحو المجتمع الرقمي المتكامل من خلال تطوير نظم وتحقيق تكامل قواعد البيانات القومية وإنشاء مراكز ومستودعات البيانات الضخمة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك بالاعتماد على نظم متكاملة للمدفوعات الرقمية. وفي هذا الإطار نطلق اليوم مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية المصرية كمرحلة أولى من المشروع القومي المتكامل لتطوير آليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
الدورة 21 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت حدثا هو الأول من نوعه، حيث أهدى وزير الاتصالات ياسر القاضي الرئيس السيسي أول هاتف محمول صنع في مصر لتجني مصر أولى ثمار نهضتها التكنولوجية. أطالبكم بالمضي قدما في استكمال مشروع نشر المناطق التكنولوجية في مختلف ربوع مصر في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها. وبذلك وضعت مصر قدما لها على خريطة العالم التكنولوجية لتصبح مقصدا جاذب للاستثمارات ورائدا في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود. في هذا الملف مشاهدي الكرام ينضم إلي الدكتور بهاء حسن الاستشاري في أمن الحاسبات والمعلومات وأحد المشاركين في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بحضرتك دكتور بهاء وكل تحياتي. يعني السؤال الآن عن أنه دخل الكثير إلى عالم التكنولوجيا كمصنعين وليس فقط كمستخدمين، ومصر الآن بصدد دخول هذا وإن شاء الله الباب يكون واسعا، لكن دائما مسألة المعلومات مرتبطة بأمن هذه المعلومات. هل تعتقد أنه من أمن المعلومات أن نصنع نحن التكنولوجيا، نكون قادرين على ليس فقط استخدامها بل على إدارتها ووضع القواعد المنظمة لها؟ لأنه يبدو أيضا أنه أمن المعلومات مسألة حساسة على مستوى العالم كله حتى في الدول المتقدمة. طبعا أنا معاك تماما في هذا الرأي، وكان من يعني من زمان من أول ما بدأت حاضر في موضوع أمن المعلومات، وأنا أنادي إن إحنا نكون ليس مستخدمي تكنولوجيا المعلومات فقط بل نكون مصنعين ليها، لأن إحنا لما نكون مستخدمي تكنولوجيا المعلومات ففيها ما فيها من أسرار وقدرات وإمكانيات لا نعلم عنها شيء، لكن لما نكون إحنا مصنعي التكنولوجيا ومنتجي التكنولوجيا بتاعتنا فده يبقى فعلا ده نقدر نسيطر على المعلومات ونقدر نحافظ عليها ونقدر نحميها بقدر كبير جدا من الإتقان، وخصوصا ان احنا عندنا في خبراء وعلماء بدأوا يظهروا قريبا يعني او يعني من فترات قليلة بدأوا يظهروا في هذا المجال ويبدعوا وتفوقوا فيه بصراحة. طيب دكتور بهاء، يعني كانت المشكلة كان هذا المؤتمر بتبدو في مسألة تصنيع في النوهاو، يعني يجب أن تأخذ شكل وأسباب التكنولوجيا وسر التكنولوجيا من دول أخرى أو من كيانات كبرى مالتي ناشونال كامبانيز، شركات متعددة الجنسيات بشكل أو بآخر. هل لابد من الشراكة في البداية؟ هل يمكن نقل التكنولوجيا ثم نصبح نحن لنصنع بأنفسنا بمفردنا؟ يعني كيف الطريق؟ لأنه تبدو أيضا هناك يعني الفجوة التكنولوجية ما بين الدول التي سبقت وبين الدول اللاحقة تبدو في ازدياد يوما بعد يوم. والله التكنولوجيا نفسها دلوقتي بدأت تتقدم بطريقة بحيث يبقى البرودكت نفسه اللي احنا عايزين نصنعه، هذاك ممكن تشتري البورد بتاعته، ممكن تشتريها خالية من السوفت وير، ممكن تشتري بروسيسور بورد صغير جدا، بروسيسور بورد صغير جدا ونقدر نحط فيه او نحمل عليه كل البرامج بتاعتنا او كل التطبيقات بتاعتنا اللي احنا بنصنعها بايدينا بايد مصريه 100%. وبالتالي انا كل اللي انا خايف منه او اللي انا يعني او حريص عليه ان يبقى احنا عندنا الهاردوير ده جاي ستاندر من اي مكان من اون شيلف، يعني مش احنا جايبينه مخصوص، لا احنا جايبينه من اي مكان واحنا نقدر نحط فيه البرامج بتاعتنا لغايه لما نقدر نصنع البوردز الخاصه بالبرودكت اللي احنا بنطلعه. وبالتالي انا ببني السوفت وير بتاعي بايد مصريه وعلماء مصريين في كل اللاير من كسوفت وير وكسكيورتي لايرز، وبالتالي انا بطمئن تماما لان الهاردوير ده طبقات البرامج والطبقات الامنيه بورد ستاندرد نقدر نقنيه. طيب يمكن بالزبط. اليوم او يعني في اصبح الامس يعني ساعد الكثير، ساعد الشعب المصري باول هاتف محمول يصنع في مصر، واهداءه طبعا للرئيس السيسي كرمز لبدء تصنيع متطور ومعقد وعلى هذا المستوى.
نريد أن نحقق الأكثر دائما، نريد أن نكون أصحاب المبادرة، ولكن لن نخترع العجلة. هناك دول بدأت من حيث انتهى الآخرون، أتحدث تحديدا عن دول شرق آسيا، وأتحدث طبعا عن التكنولوجيا التي لحقت بالتكنولوجيا اليابانية. من أين تعتقد أننا يجب أن نبدأ دكتور؟ احنا يجب أن نبدأ من بناء الوحدات الخاصة بالبوردز أو المذر بورد اللي هي خاصة بالمنتجات المختلفة، ممكن بالتعاون مع دول مختلفة زي اليابان زي كوريا الجنوبية. وعشان كده أنا يمكن الظروف لكن حضرتك يعني لا تتحدث عن البروسيسور لسه يا دكتور، ودلوقتي أنا بتعاون مع المذر بورد. حسب معلوماتي هناك شركة بنها للصناعات الإلكترونية، وهي إحدى الشركات العامة التابعة للدولة، كانت تصنع هذه الشرائح المذر بوردز. ما هي المذر بورد دي بقى مختلفة حسب اللير وحسب حجمها. يعني أنا كل ما صغر الحجم كل أحتاج ليرز فوق بعضها كتير على المذر بورد، فده الفرق ما بيننا وما بين الدول اللي سبقتنا، إن إحنا بنعمل مثلا كم لير هم بيعملوا أكتر بكتير، وبالتالي هم يقدروا يصغروا الحجم قوي ويقدروا يحطوا عليه قدرات عالية جدا من البروسيسنج باور، فدي الميزة اللي عندهم. لكن إحنا انا اصلا اقول لحضرتك ان احنا ممكن قوي نستفيد من المنتج الخارجي، ان احنا ناخد حاجات فاضيه واحنا نبنيها، نبني السوفت وير بتاعها، وهو ده الاغلى. يعني المذر بورد دي احنا ممكن نجيب روبوت يعملها، نجيب مصنع خط انتاج، بس هيطلع تكلفته اعلى شويه، لان احنا هننتج كام الف حته، هم بينتجوا كذا مليون قطعه، وبالتالي احنا لما نصل للمستوى ده هنقدر نعمله هنا وهيطلع ثمنه منافس لكن الميزة ان احنا اتحطينا على الخط خلاص، يعني من اول موبايل محلي يتصنع. والميزة كمان انا بسأله متصنع فين، انا كنت هناك معاهم النهاردة، قالوا اتصنع في احد محافظات الصعيد. يعني دي حاجة يمكن اول مرة نسمعها، ان بدأ انتاج اول موبايل مصري يتصنع في الصعيد، يعني دي حاجة تبشر. دي السعادة الحقيقية الحقيقة، المؤتمر ده واخد يعني الشعار بتاعه خارج التوقعات، أن تبدأ التكنولوجيا من أقصى أو أعمق مكان يحتاج للتطوير والتنمية، وبالتالي أنت يعني يعني بتضع على الخريطة الحقيقية خريطة التنمية. أي بالظبط كده. وأنا يعني اللي أسعدني أكتر إن إحنا بدأنا نعمل تكنولوجيا عالية ببرامج برضو صعبة ونطلعها من أقصى الصعيد زي ما حضرتك بتقول، ودي فعلا خارج التوقعات، وهو ده شعار الدوره 21 من كايرو اي سي تي، خارج التوقعات. انا لما زرتهم فعلا اكتشفت معنى كلمه خارج التوقعات من ما شفته هناك من ابداعات صراحه. يعني دكتور دائما ما نتحدث ونقول انه العقول المصريه لدينا الكثير منها وهي منتجه ونتحدث بشكل ايجابي للغايه، لكن مساله اداره هذه العقول واداره المشروعات وإدارة حتى إذا كان لديك يعني متخصص في السوفت وير، فهذا يعني تجب إدارته ويجب وضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح. هل هناك استراتيجية أيضا في اعتقادك لهذا النوع من البناء؟ أنا شايف إن دايما لما بيكون في توجه رئاسي واهتمام بالتحول الى المجتمع الرقمي، انا شايف ان في بتتحط دلوقتي برنامج طموح واستراتيجيه قويه لتحقيق الامال اللي كل الشعب بيطمع فيها في التطور العلمي والتطور التكنولوجي وبناء صناعه تكنولوجيه عاليه. بس انا دايما كعادتي دايما بما ان انا دايما بشتغل في مجال السكيورتي، انا برضو بانبه وبادعو الاهتمام بالسكيورتي لايرز داخل بناء اي اورجانيزيشن او داخل بناء اي برودكت، لازم يكون في تراعى فيها كل مراحل السكيورتي او كل اللايرز بتاعت السكيورتي داخلها، حمايه للمعلومات بتاعتنا، لان كبار الدول دلوقتي بيحصل لها هاكينج، واحنا برضو مش بعيدين عن هذا التهديد. وبالتالي لما انا اعمل التكنولوجي بتاعتي يبقى انا لازم اوفر علماء وباحثين ودارسين وطلبه يدرسوا المجالات المختلفه او القطاعات المختلفه للسكيورتي، بحيث ان هم يقدروا يحموا التطور نحو المجتمع الرقمي، لان المجتمع الرقمي بدون سكيورتي هتبقى مشكله ضخمه جدا، لان انا هفقد كل المعلومات وهيحصل فيها لا قدر الله ممكن يحصل فيها اي مشاكل. ارجو ان احنا نعجل بتجنبها من الآن ببناء
قطاعات من الخريجين ومن الباحثين في مجال السكيورتي وحماية المعلومات وتأمينها. شرفتنا دكتور، وشكرا لوجود حضرتك معنا. دكتور بهاء حسن، استشاري أمن الحاسبات والمعلومات، ومبروك طبعا لمصر هذا الحدث المهم وهذه الإرادة المهمة، دخولنا إلى هذا النادي، نادي التقدم العلمي والتكنولوجي. مشاهدينا الكرام، هذه أو هذا الحصاد ما يزال فيه المزيد، ولكن بعد الفاصل. اليمن ينتفض والحوثيون يتراجعون والآمال تتزايد في خروج البلاد من نفقها المظلم. أهلا بكم من جديد في ثاني ملفات حصادنا الإخباري، وعن اليمن الذي يبدو أنه سيكون سعيد. نتمنى هذا أمام انتفاضة اليمن وصحوته في مواجهة أعداء الوطن ووحدته. لا يدخر الحوثيون وأتباعهم جهدا للإيقاع بمسار المصالحة والوحدة الذي ظهر في الأفق منذ أعلن الرئيس السابق علي عبد الله صالح استعداده للحوار وفتح صفحة جديدة في طريق الشرعية. والحوثيين أو الحوثيون بدورهم شنوا هجمة كبيرة على عدد من وسائل الإعلام بغية التعتيم على ما يحدث في البلاد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي، نتابعه. وانتفض اليمن السعيد وأسقط عن كاهله مكائد الكائدين وأطمعهم. مني أعداء اليمن بهزيمة نقراء بددت كل مخططات التقسيم، وفي مواجهة هذه الصحوة شن الحوثيون وأتباعهم هجمة إعلامية شرسة تضمنت اختراقات واضحة لوسائل إعلام ومواقع حزب المؤتمر الشعبي، الأمر الذي اضطر قيادات الحزب التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باتهام الدوحة بالتدخل والحيلولة أمام مشروع استعادتهم بلادهم ووقوفهم أمام المشروع الإيراني في اليمن. أصدقاء الأمس وبعض أنبات أعداء اليوم وقفوا أمام الكاميرات في مواجهة إعلامية صريحة، فصالح الذي ظل على رأس السلطة في اليمن أكثر من 3 عقود دعا دول الجوار أن يرفعوا الحصان وأن يفتحوا المطارات، مطالبا بفتح صفحة جديدة معهم. ونحن نتعهد لأشكائنا وجيراننا أننا بعد وقف إطلاق النار و إيقاف التحركات على الأرض وفتح المطارات ورفع الحصار، نتحاور مباشرة كسلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب. وعلى الجانب الآخر، خرج عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة بدا فيها متراجعا، حيث دعا قوات صالح إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار. المشهد في اليمن تتغير وتيرته بشكل متسارع، فما بين ليلة وضحاها أصبح حلفاء حرب اقتربت من 3 أعوام أعداء، بعد أن خلفت حربهم نحو 9,000 قتيل من المدنيين في أقل التقديرات، وشردت على إثرها نحو 20 مليون آخرين. انتفاضة صنعاء وصحوة الرئيس اليمني السابق وقواته ربما تعيد الأزمة في اليمن إلى مراحلها الأولى في أمل فراجة قريبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وسينضم إلينا بعد قليل الكاتب والباحث السياسي اليمني أبو بكر بذيب. ولكن قبل البدء في الحديث مع الكاتب والباحث السياسي اليمني، نريد أن نتحدث أولا عن ما يدور الآن في اليمن، اليمن السعيد الذي أصبح للأسف غير سعيد، وذلك على مدار عدة سنوات، وكان هناك العديد من المسارات في حل الأزمة اليمنية. هناك مسار سياسي وهناك مسار آخر عسكرية، ولكن المسار السياسي لم يلقى قبولا لدى الكثيرين، وذلك بسبب تشبث وتعنت بعض الأطراف في داخل اليمنية بالحلول العسكرية. أما المسار العسكري الذي صار فيه اليمن منذ عدة سنوات كان بقيادة التحالف العربي ودور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل رأب الصدع اليمنية، ولكن يبدو أن ما بين ليلة وضحاها تتغير
الأمور وتتغير الوجوه وتتغير الأحداث، وكما شهدنا وتابعنا في الأيام القليلة الماضية خرج علينا الرئيس اليمني السابق صالح في حوار تلفزيوني وفي تصريحات جديدة يتحدث فيه عن أنه يطالب التحالف العربي بأن يكون هناك فتح للحوار من جديد، وذلك بعيد المعارك الضارية التي نشبت بينه وبين الحوثيين. الحوثيين هؤلاء الذين تدعمهم إيران بالصواريخ الباليستية وتدعمهم بكل الأسلحة التي أدت إلى ما وصل إليه اليمن غير السعيد الآن. اليمن لا يعاني فقط من ويلات الحرب، ولكنه يعني اليمن نستطيع القول بأنه ما بين سندان الحرب ومطرقة الحالة الصحية المتردية التي يعاني منها الكثير من اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، الأحداث متتالية ومتتابعة في اليمن كما هو الحال في الكثير من باقي الدول العربية التي تعاني من ويلات الحروب. إذن ينضم معنا مباشرة الآن الكاتب والباحث السياسي اليمني أبو بكر بذيب. مرحبا بك أستاذ أبو بكر. نتحدث معك الآن عما يحدث ما بين ليلة وضحاها، تتغير الكثير من الأحداث. إذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة وأن نضع الأمور في نصابها الصحيح، هل ترى أن ما يحدث الآن هو حقيقة وواقع في تغير مشهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أم أنه من الممكن أن يكون هناك افتراض أنه مسرحية هزلية؟ والله في تقدير ألو نعم سيد أبو بكر. في تقدير الشخصي هناك في تحولات أعتقد يمكن أن نصفها بالتاريخية خلال الثلاث سنوات الماضية الأخيرة. نعم. وأنه تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثيين بات حقيقة، وهو كان هدف استراتيجي لكثير من القوى اليمنية التي حاولت كثيرا أن تفصل هذا التحالف الكبير الذي يستفيد منه الحوثيين أكثر ما يستفيد منه الرئيس صالح. والحديث الذي قاله الرئيس السابق علي عبد الله صالح أمس في تصريح لقناته التلفزيونية اليمن اليوم يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن هذا التحالف انتهى وإلى غير عودة. والتحولات العسكرية والسياسية الطارئة خلال 48 ساعة الأخيرة تؤكد ذلك بشكل كبير جدا. نعم. خصوصا مع تقدم وحضور القوات التابعة للرئيس صالح وحزبه في مناطق كثيرة في العاصمة صنعاء، وطبيعة الحال طبيعي أنه يحدث نوع من الكر والفر، خصوصا وأنه الآلية الميليشياوية الحوثية تديرها إيران، وآلية إيران على مستوى اللوجستي والإعلامي والفني كثير من التفاصيل الخاصة بها تدير. والدليل على كذا اليوم تم ضرب كل المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح. نعم. واختراقها، وتم اعتقال كل الإعلاميين الذي يزيد عددهم عن 40 شخص، الزملاء الفنيين والإعلاميين اللي في قناة اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وفي المقابل أيضا السيد أبو بكر، هناك أيضا هجمة شرسة من قبل وسائل الإعلام الخاصة بالحوثيين ضد ما حدث في اليومين الماضيين ومهاجمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالطبع أيضا التحالف العربي. بطبيعة الحال ضروري هم يدركون هذا البعد، أنهم أمام المعركة الأخيرة تجاه الجمهورية، أنهم أمام المعركة الأخيرة تجاه الشعب اليمني. هم الآن لا يوجد لديهم أي حاضنة شعبية سوى هم الآن يرهبون الناس. بالأمس واليوم فجروا بيوت المشايخ والأعيان الذين وقفوا ودعموا الانتفاضة الشعبية في صنعاء. هم يحاولون أن يرهبوا الناس بالقتل بالتفجير، لا حرمة لديهم. طول الفترة الماضية التي تعانت منها اليمن لم تدخل الدبابات لتضرب الأحياء السكنية في صنعاء، لم تدخل الحرب الشوارع في العاصمة صنعاء نهائيا. الآن الحوثي يتعمد إيصال هذه الفوضى بالدبابات، الدبابات تضرب الأحياء السكنية الآن في هذه اللحظات، ونحن في منتصف ليل ونحن بعد منتصف الليل بالفعل هناك دبابات تضرب الأحياء في مناطق مختلفة. الناس لم تعمل حسابها أنه ستنقلب الآية بهذا الشكل، لم يستعدوا لا بالمؤن ولا بالأغذية، ولا هناك نساء أطفال في نداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الوسيلة الوحيدة التي ما زالت متاحة في عدد كبير من الاستغاثات، الأمهات الأطفال الحوامل، عدد كبير من الاستغاثات. هناك يعني تبدل مختلف، وفي تقديري الشخصي لابد أن يكون هناك حد كبير جدا من تقاطع المصالح ما بين التحالف وما بين الشرعية وما بين القوات الآن التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، والتي دخلت
في حرب مباشرة مع الحوثي، لأنه بطبيعة الحال يعني مرادفات وبراغماتية السياسة تفرض علينا واقع مختلف، أحيانا نضطر نتجاوز عن خلافات ومشاكل وأشياء مختلفة، خصوصا أنه صالح بالأمس دعا إلى فتح صفحة جديدة إلى إلى, إلى 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 محاسبة ومعاقبة الحوثيين الذين يعني أمعنوا في إذلال اليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها عسكريا وسياسيا واقتصاديا. إذن يعني يبدو أن اليمن سيخرج من هذا النفق المظلم ويخرج إلى النور بإذن الله في الأيام القليلة القادمة. إذن هناك دور عربي أيضا نريد أن نتحدث عنه، وإذا أردنا أن نتحدث أيضا ونعول بعض الشيء على الدور الأممي، كيف ترى الدور العربي الآن في حالة الأزمة اليمنية بعد هذه المعطيات الجديدة على الأرض، وما هو الدور أيضا المنوط بالدور الأممي؟ بطبيعة الحال يعني الحديث عن الخروج من النفق في الوقت الحالي أنا في تقديري الشخصي مبكر، ولكن تغير خارطة التحالفات المؤيدة للانقلاب الحوثي في تقديري الشخصي هو مبشر بالخير، وبالتالي أدرك القوى المتحالفة مع القوى المؤيدة للرئيس صالح أن تحالفهم مع الحوثي لم يؤتي سوى الدمار والفشل لكل الأمة أو الوطن اليمني بشكل عام. ما يتعلق بالمبعوث الأممي اليوم، يعني المبعوث الأممي أطلق تغريدة في وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيها عن ضرورة ضبط النفس وإيلاء المصلحة العليا للبلد، تحدث فيها بتفاصيل عامة لم يتطرق فيها لأي حديث حول تهدئة أو هدنة. أعتقد تسارع الأحداث في الفترة الأخيرة خلال 48 ساعة الأخيرة جعلت كثير من الـ من من من, الـ من الوسط الإقليمي والدولي والأممي على طبيعة بطبيعة الحال أصبح يعني سبقه كثيرا في قدرته على التعاطي معه، والدليل على كذا لم تجد يعني باستثناء موقف المبعوث الأممي لم تحدث هناك أي مواقف معلنة تجاه ما يحدث في صنعاء باستثناء قوة التحالف وبعض التغريدات المحسوبة على الجهات الرسمية في دولة هنا أو هنا. وبالتالي المبعوث الأممي يفترض أنه خلال يعني 24 ساعة سيزور الرياض للقاء بالرئيس اليمني، لكن العجلة السياسية في تقدير الشخصي اختلفت. نعم. يعني حتى لو هناك يعني رغبة بتقديم تغيير، نرجع إلى النقطة التي قد أثرتها منذ قليل سيد أبو بكر، تغير في خارطة التحولات السياسية وتحولات تراخية أيضا يعيشها اليمن الآن. إذن الحديث هنا كيف يمكن استغلال كل هذه المعطيات على أرض الواقع لأن يكون هناك استقطاب لبعض الجهات الأخرى غير المرغوب فيها داخل اليمن في محاولة لأن يكون هناك حلحلة حقيقية للأزمة اليمنية ورأب الصدع اليمني؟ اليوم لابد الانتفاضة التي اليوم موجودة في صنعاء لابد أن تنجح، لابد أن نؤيدها بتأييد شعبي وجماهيري كبير، لابد من فتح الجبهات المختلفة التي تحارب فيها الجيش الوطني مدعوم بالتحالف العربي، لابد من دعم هذه الجبهات وفتح جبهات مختلفة حتى تقطع الامدادات وتقطع الامدادات اللوجستية ويقطع الحضور العسكري والاجتماعي الذي يحاول أن يرهبه ويجمعه الحوثي. وبالتالي مهما كانت هناك اختلافات كبيرة إلا أن كسر الشوكة الإيرانية الموجودة في إيران عبر حلفائها الميليشياويين الحوثيين هو الهدف لليمنيين اليوم. غدا سنتحدث عن مشاكل الجنوب بطبيعة الحال وأنا من أبناء الجنوب، غدا سنتحدث عن مشاكل الشمال نعم، لكن اليوم المشكلة الكبيرة الفتنة السرطان الذي يصيب اليمن واليمنيين هي السرطان الحوثي، لابد من يعني القضاء عليه بشكل عام. نعم كل يعني خرج له من 2000 سيد أبو بكر، خرج يعني الحوثيين على العديد من وسائل الإعلام يهددون التحالف العربي، يهددون المملكة العربية السعودية تحديدا بتوجيه مزيد من الصواريخ الباليستية إذا لم تتراجع، حسب قولهم عبر شاشات التلفاز، إذا لم تتراجع عن ما تقوم به حيال اليمن. كيف ترى ردود الأفعال من قبل الحوثيين بعد تغير المشهد كليا وتحوله بشكل نسميه التحول التاريخي في أزمة اليمن؟ في تقدير الشخصي هم يحاولون قدر الإمكان إرسال رسائل مختلفة حتى يقولون للآخر، للطرف الآخر، المجتمع الدولي، المجتمع القيم، نحن هنا ونحن نقاوم ونحن لدينا القدرة على بذل المزيد. يعني آليتهم الإعلامية الرهيبة التي تدار من قبل يعني قوة وفنيين محترفين من الذين يديرون كثير من القنوات الشيعية الإيرانية، هم الآن يديرون عملهم الإعلامي.
حضورهم وتهريب السلاح الذي تم خلال الفترات الأخيرة وهو الذي سمح لهم بإطلاق الصواريخ البالستية على مناطق في الرياض، واليوم يتحدثون عن إطلاق صاروخ على مفاعل نووي في أبو ظبي وتناولته وسائل الإعلام وكذبته دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه التحركات يمين ويسار يحاولوا قدر الإمكان أنهم يتجاوزوا فكرة عزلهم الاجتماعي اللي أصبح داخل اليمن. اليوم لم يعدوا الحاضن الشعبي الذي عملوا به خلال الثلاث سنوات الماضية هو الحاضن الشعبي للرئيس صالح، هو الحاضن الشعبي للمؤتمر الشعبي العام. اليوم هم فقدوا حالة الغضب الشديد التي أصبحت موجودة في الشارع اليمني، لن يستطيعوا بأي حال من الأحوال السيطرة عليها تماما، ستغلبهم طال الوقت أم قصر. وبالتالي لكن نعم عملية نعم. يعني بالطبع يعني سيد أبو بكر، يعني مني أعداء اليمن بهذه الهزيمة النكراء ويتم تبديد مخططات التقسيم ليس فقط للحوثيين. نشكر الكاتب والباحث السياسي اليمني أبو بكر بديب، نشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم. وفي ملفنا الثالث والأخير لهذه الليلة، استمرارا لدور المصري النشط لإيجاد حل للأزمة الليبية، القاهرة تستضيف لقاء بين حفتر وسلمة. أهلا بحضراتكم من جديد. أهلا بكم من جديد. وفي الجارة ليبيا، في ظل هذه الأزمة التي يعيشها أو تعيشها ليبيا والتدخلات الخارجية لتأجيج الأوضاع هناك، لا تدخر مصر وسعا من أجل التقريب بين الفرقاء الليبيين والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الصراع الذي طال أمده. بالفعل، فالقاهرة كانت محط لقاء مهم، جمع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي غسان سلامة الذي عرض عليه خطة الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة. تحرك جديد للدبلوماسية المصرية في إطار مساعيها لحل الأزمة الليبية ودعما لجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، عبر إيمانها بأن الحل النهائي يجب أن ينبع من إرادة وتوافق الشعب الليبي بكافة أطيافه، حسبما أكد وزير الخارجية سامح شكري للمبعوث الأممي الخاص غسان سلامة الذي التقاه بالقاهرة. كما تبذل مصر جهودا متواصلة من أجل المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، وهو ما استعرضه شكري مع سلامة. كما اتفق الجانبان على أهمية أن تبذل كل الأطراف الدولية والإقليمية جهودا مكثفة من أجل احتواء الوضع في ليبيا ومنعه من الانجراف إلى هوة أكثر عمقا من عدم الاستقرار والانفلات الأمني. القاهرة أيضا استضافت لقاء مهما جمع المبعوث الأممي مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حيث أطلعه على خطته التي طرحها بعنوان خطة العمل من أجل ليبيا وسبل دعمها وتنفيذها وصولا إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الليبية. سلامة الذي أعلن نيته زيارة جميع البلديات في ليبيا لحشد التأييد لعملية المصالحة، أكد أن المشير حفتر يريد فعلا إجراء الانتخابات في البلاد داعيا إلى الحفاظ على اتفاق السخيرات. تحركات مكثفة في الملف الليبي مصرية ودولية، الهدف الأساسي منها هو الوصول إلى توافق ينهي الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 7 سنوات. مباشرة ينضم إلي الدكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي. دكتور محمد أهلا بك ومرحبا. يبدو أن ليبيا الآن أقرب من أي وقت مضى في سبيل التوحد، ويبدو أن الجهود الأممية إضافة إلى ما يبذل في مصر، وكانت القاهرة هي محط اللقاءات المهمة التي دارت، أعتقد أننا يعني قاب قوسين أو أدنى من حتى الوصول إلى مسألة إجراء الانتخابات في الداخل الليبي بشقيها سواء رئاسي أو برلماني. هل تعتقد أنه هذه اللقاءات الآن هي التي تضع اللمسات الأخيرة، أم أنه لابد أن يوافق أيضا المجتمع الدولي على ذلك؟ السلام عليكم. أولا وعليكم السلام. هو واضح تماما منذ أن تدخلت الدبلوماسية المصرية بقوة ومنذ أن كلفت الرئاسة هيئة خاصة كلفتها بالملف الليبي، وبدأت الأمور تشهد تطورا غير عاديا. التطور الأول الذي حدث أن توافقات أو موافقات الصخيرات كادت أن تجهض
وكادت أن تتوقف. نعم. لولا ذلك التدخل الذي أحدثته الدبلوماسية المصرية والذي نتج عنه بيان القاهرة. بيان القاهرة هو الذي سعى إلى تعديل العيوب التي كانت في اتفاق الصفيرات، ثم بعد ذلك بدأت تتحرك على الأرض الدبلوماسية المصرية والدولة المصرية حقيقة، حتى اللجنة المكلفة بالملف الليبي بدأت تتحرك التحرك الصحيح، تحرك الإنسان الواعي بما يدور على الأرض. هنا ملاحظة، يعني التدخلات الدولية ليست كلها تسعى لحل الأزمة الليبية، الكثير منها يريد إدارة الأزمة الليبية بما يحقق مصالحه هو. وهذا كان غرض ومعنى سؤالي تحديدا يا دكتور محمد، يعني الآن مصر بهذه الجهود والمبعوث الأممي على وشك أن ينجزوا الاتفاق وأن تمضي الأمور، أتباين بين ذلك وبين بعض المواقف الدولية؟ تفضل يا فندم. نعم، ما تميزت به الدبلوماسية المصرية أن هناك ارتباط مصلحي ما بين استقرار ليبيا والأمن القومي المصري وحتى التطور الاقتصادي في مصر. يعني استقرار ليبيا هو في ذاته مصلحة قومية ومصلحة وطنية للدولة المصرية وللشعب المصري. فكان الأداء الدبلوماسي المصري بامتياز، يتحرك بامتياز. بعد أن استطاع أن يقنع المجتمع الدولي بكامله بتلك التوافقات التي تمت ما بين الأطراف السياسية في، ولأول مرة يتقابل أنصار فبراير وأنصار النظام الجماهيري وأنصار سبتمبر يتلاقوا على طابلة واحدة، كان هنا في مصر في 12 و13 من شهر ديسمبر 2016. بعد ذلك بدأت تسعى في توحيد الجيش الليبي، وكان الإنجاز الذي لم يلتفت له الكثيرون هو تلك اللجنة الرسمية، يعني ليست اجتماعات كما كانت تحدث قبل ذلك ما بين عسكريين موجودين على الأرض، لا، مؤسسات. جاءت هنا مجموعة تمثل الجيش الوطني الليبي في الشرق الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وجاء هنا قيادات عسكرية مهمة، جاءوا بقرار تكليف من السيد السراج، واجتمعوا هنا ثلاث اجتماعات، وأعتقد أنهم يجهزون الاجتماع الرابع. الشيء الثاني الذي وهذا إنجاز في حد ذاته، لو استطعنا أن نؤسس أو نوحد الجيش الليبي 90% من المشكل والأزمة الليبية يكون قد تم حلها. الآن لا أدري، يعني هناك رويترز أعلنت أنه تم لقاء ما بين المشير خليفة حفتر ووزير الدفاع الأمريكي في فوق الأرض المصرية. إن تم ذلك وإن كان هذا الخبر صحيح فهذا لا يمكن أن يتم إلا بجهود مصرية. العالم كله والتدخل الأمريكي الأخير الذي أعرفه أن ربما المقدمة لزيارة السيد السراج قد وصلت. أنا أتوقع أن السيد السراج سيأتي الأسبوع القادم إن شاء الله إلى 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 القاهرة هنا. يعني أرى أن لم يعد هناك حل. هناك نحن نخشى، يعني مثلا تلك الخزعبلات التي تثيرها فرنسا من حين إلى آخر فيها خطورة شديدة على ليبيا، مثل تلك الزوبعة التي أثيرت على أن الليبيون يقومون بشراء العبيد أو يمارسون تجارة العبيد من جديد، وانتشرت بشكل غير عادي خاصة في المنطقة الفرنكوفونية. هي هذا وراءها ما وراءها، يعني نحن لا نريد أن تتحول ليبيا إلى ساحة للصراع ما بين الأنجلو ساكسوني والفرنكوفوني، ولا نريدها كذلك أن تتحول إلى ساحة صراع ما بين الروس والأمريكيين. نريد أن يكون الحل ليبي بجهود داعمة من دول الجوار، ونعول كثيرا في هذا الأمر على الجهود المصرية. غير ذلك ستدخل ليبيا في مستنقع قد لا يمكنها الخروج منه حتى بعد 20 أو 30 سنة. الآن التضامن مع الجهود المصرية وعلى الدبلوماسية المصرية، نحن هنا
نطلب منها أن تقف على مسافة واحدة مع كل الأطراف وأن تفتح الآفاق. حقيقة هنا أحيي الجهود المصرية التي مكنت شريحة كبيرة من المجتمع الليبي كانت مغيبة، هي التي أقنعت المجتمع الدولي بذلك، وهم أنصار النظام الجماهيري. الخط الفاصل بالفعل يعني تم وضعه، يعني ما نستطيع أن نؤكده أنه وزير الدفاع الأمريكي حين جاء القاهرة كان أحد الأمور التي تم تباحث بشأنها الملف الليبي. أما ما يعقد من خلال الجهات الأمنية عن لقاءات طبعا يعلن عنها، لكن هناك بطبيعة الحال هذا الجهد المصري. على أي حال لبنى أظن نعم. لديك أسئلة أيضا. نعم دكتور محمد، يعني ما فهمت من حديثك بأن حل الأزمة الليبية لن يخرج عن الحل الليبي والحل الليبي العربي، أو بمختصر القول أهل مكة أدرى بشعابها كما نقول دائما بأن الحل لن يكون إلا ليبيا عربيا. إذن لنسلط الضوء معك أيضا دكتور محمد الآن على حالة الأزمة الليبية، وبعد الجهود التي تقوم بها مصر مؤخرا من أجل جمع الفرقاء الليبيين، هناك حديث يدور الآن داخل ليبيا عن الانتخابات القادمة سواء كانت انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية، وهناك حراك شعبي كبير داخل الأراضي الليبية يتحدث عن مطالبة المشير خليفة حفتر لأن يكون هو المتصدر للانتخابات الرئاسية الجديدة. هذا إذا أردنا أن نتحدث بالتفصيل عن ما تحمله الأيام القليلة القادمة لليبيا. هناك ورقة تم الإعلان عنها أعتقد في شهر مارس من هذا العام، وتم إعلانه من خلال اللجنة المكلفة، اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي عندما كان يرأسها الفريق محمود حجازي، الرجل الذي بذل جهودا كبيرة سيعتز بها المجتمع الليبي وسيسجلها بأسطر بأحرف من نور في يوم من الأيام، جهود هذا الرجل في حالة الأزمة. ما يحدث الآن هو تحديدا ما تم في تلك الورقة. الورقة حددت أن يكون انتخابات في ليبيا برلمانية ورئاسية تجرى قبل شهر مارس من عام 2018. الآن اقتنع المجتمع الدولي. هناك شيء يجب أن يفهمه الساسة في ليبيا، لا يمكن العالم يستطيع أن ضمير العالم لا يستطيع أن يصمت على المآسي التي تحدث في ليبيا. الشعب الليبي يقاسي أنه تحت وطأة ظروف غير مسبوقة على الإطلاق في دولة غنية، وثم هناك مهدد، هناك مؤامرة دولية تحاكي الآن من أجل توطين تقريبا 10 ملايين إفريقي في ليبيا، هذا يعد له. وهذا ما رفضته ليبيا دكتور محمد، هذا ما رفضته. نعم، ورفضته السياسية. مصر كذلك صحيح. رفضته الدبلوماسية المصرية واستطاعت أن تقنع الطرف الأمريكي بالوقوف ضد هذه العبث. هذا هو ما حدث دكتور محمد يعني في ليبيا، تغيير للمعادلة السياسية التي كان يراد من خلالها تقسيم ليبيا، وكان يراد من خلالها إحداث الكثير من الأزمات الداخلية سواء كانت عسكرية أو سياسية، ولكن هذا ما لم يتم بالفعل داخل الأراضي الليبية. نعم، هو الذي نعول عليه كثيرا ما يتم الإعداد له الآن، يعني هو 17 ديسمبر سيكون الموعد النهائي لموافقات أو اتفاقات الصخيرات. يتم الآن الإعداد إلى المؤتمر الوطني، وهذا المؤتمر الوطني التقيت أكثر من مرة بالدكتور غسان سلامة وفهمت أن هناك إرادة دولية أن بالعكس، يعني كان الأسبوع الماضي اجتماع كبير جدا حضره أركان النظام الجماهيري، عدد كبير منهم، والتقوا بوزراء بسفراء الدول الكبرى والمؤثرة في الشأن الليبي. وسيكون هذا المؤتمر لا إقصاء ولا إزدراء، سيكون هذا المؤتمر بحضور جميع الأطراف الليبية المؤثرة
من أجل الإعداد للانتخابات الرئاسية والانتخابات ما هي الأطراف دكتور محمد بسطور. ما هي الأطراف التي سوف تحضر هذا المؤتمر الوطني؟ الأطراف مجلس النواب هذا أكيد صحيح. المؤتمر الوطني العام سيكون حاضرا النظام الجماهيري أركان النظام الجماهيري وهم عدد كبير من السياسيين والوزراء والمسؤولين الذين عملوا وأداروا الدولة لمدة أكثر من 40 عاما بعض القوى الإسلامية وليس كلها كل القوى التي تقبل بالحراك الديمقراطي تقبل بتداول يعني تتحدث عن المؤتمر الوطني العام الهول المنتهية ولاياته في المنطقة الغربية ولكن لن يكون هناك حضور آخر لبعض من يمثلون حكومة الوفاق الوطني لا ستكون حكومة الوفاق على فكرة يعني أنا أحيي جهود المهندس فايز السراج هذا الرجل ابن العائلة الوطنية حقيقة الرجل بذل جهودا مضنية في ظروف غاية في الصعوبة وتحمل الكثير وهجم كثيرا ولكنه هو الآن سيأتي الأسبوع القادم هذا الإسبوع يعني أعتقد أن المقدمة قد وصلت إذن الطاولة سيكون عليها كل الفرقاء إلى مصر الليبيين هنا ليكون دكتور محمد سواء كانت في القاهرة أو من خلال المؤتمر الوطني الذي نتحدث عنه الآن نشكر الدكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي نشكرك جزيل الشكر إذن مشاهدينا الكرام لن يتبقى الآن في هذا الحصاد إلا تذكرة بأهم ما جاء بها بعد مبادرات رئاسية عدة لتوطين التكنولوجيا مصر تتجه إلى المجتمع الرقمي المتكامل اليمن ينتفض والحوثيون يتراجعون والآمال تتزايد في خروج البلاد من نفقها المظلم واستمرارا لدور المصري النشط لإيجاد حل لأزمة ليبيا القاهرة تستضيف لقاء بين حفتر وسلامة إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم على رأس كل ساعة شكرا لحضراتكم نترككم بأمان الله